السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا المقطع الذي سوف يكون حول البروبيوتيك وما هو فوائدها. البروبيوتيك هي بكتيريا وفطريات نافعة تعود بالعديد من الفوائد على جسم الإنسان والتي سنذكرها الآن. أول فائدة وهي تساعده على الهضم مثل بكتيريا اللاكتوباسيلوس التي تساعد على هضم سكر الحليب وهو اللاكتوز. ثانيا تحقق التوازن البكتيري بين البكتيريا النافعة والضارة في جسمك، وبالتالي سوف يعمل جسمك بالطريقة المثلى أو بالطريقة السليمة. ثالثا توقف أو تساعد على وقف الإسهال خاصة بكتيريا البيفيدوباكتيريوم. رابعا متلازمة أو تساعد على خفض أو يعني تقليل من أعراض متلازمة القولون العصبي. أغلب الأشخاص الذين لديهم قولون عصبي يظنون أنه يعني يقومون بتشخيصات طبية وتحاليل، لكن في أغلب الأحيان تكون تلك مشكلة على مستوى البكتيريا التي تكون في الأمعاء، حدث فيها اختلال ما بين البكتيريا الضارة والنافعة، أو يعني ماتت أو يعني البكتيريا النافعة أصبحت قليلة جدا في جسم الإنسان بكميات قليلة، وبالتالي يجب عليك أن تقوم يعني بتزويد تلك الكمية عبر مغذيات تحتوي على البروبيوتيك التي سنذكرها فيما بعد. خامسا تخفف من التهاب الأمعاء خاصة البكتيريا البيفيدوباكتيريوم التي ذكرناها. وأيضا توجد بعض الفوائد التي توجد في هذه القائمة خاصة على مستوى جهاز المناعة، فهذه البكتيريا وهذه الفطريات النافعة تقوم بمحاربة الكائنات الضارة التي تحاول اختراق جسمك وإمراضك، وبالتالي فهي تحميك ضد المرض وضد أيضا الالتهابات. ثانيا سوف نتحدث ما هي العوامل وما هي يعني كيف تموت هذه البكتيريا، كيف حتى يعني يحدث اختلال في التوازن في جسمك، ما الذي يقتلها؟ اولا وهو البروتين الحيواني. اولا يعني ملاحظه مهمه، يعني هذه القائمه التي سنذكرها عندما تقوم باستهلاك ما ساذكره حاليا بطريقه غير عقلانيه، اي تقوم باستهلاك فوق ما يتحمل جسمك يوميا. اولا البروتين الحيواني، اما يكون اللحم او يكون البيض، عندما تاكله بطريقه غير عقلانيه وبكميات كبيره سوف تقتل هذه البكتيريا النافعه في جسمك. ثانيا وهي المأكولات تحتوي على هذا الشفرة الذي هي food map. لأن هذه الشفرة ما تعني؟ تعني fermenter, oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide and polyosin. fermenter هو يعني التخمر، oligosaccharide هو السكريات القليلة، disaccharide سكريات ثنائية، monosaccharide سكريات أحادية و and معناها هو البوليوزول وهي السكريات التي تكون في الكحول. هذا الجميع يعني عندما تحدث هذه يعني المجموعة تكون مع بعضها البعض تشكل لنا الكربوهيدرات والسكريات الغير صحية والتي تكون غالبا في المأكولات التي سأذكرها حاليا. هي غالبا تكون في العسل الذي يستعمل في الحلويات، تكون يعني في المغذيات والمأكولات التي تحتوي على سكر الذرة بكميات كبيرة خاصة الفركتوز، وأيضا على العصائر والمشروبات الغازية التي تحتوي على هذه التشكيلة من التي فود ماب، يعني تجنبوها حتى يكون. ثالثا وهي المضادات الحيوية، يعني إذا يعني مرضت وقمت بمعالجة نفسي بالمضادات الحيوية، كما نعرف أن المضادات الحيوية تقوم بقتل البكتيريا، وبالتالي سوف يحدث اختلال في يعني في جسمك وسوف تنقص هذه البكتيريا بسبب المضادات الحيوية. رابعا المأكولات المقلية. الآن سوف تكلم عن المغذيات والمأكولات التي نجد فيها هذه البروبيوتيك أو هذه البكتيريا والفطريات النافعة. أولا وهو الزبادي، ومن المفضل أن تكون هذه الزبادي طبيعية من 100%، لا توجد فيها أي مونكيات ولا توجد فيها أي ملونات أو أي إضافات أخرى. ثانيا وهي الكمبوتشا. الكمبوتشا هو عبارة عن شاي مخمر شائع جدا في الشرق الأوسط. ثالثا هو الكافيار، كافيار غني طريف. رابعا وهو المخللات. خامسا الجبن الغير مبستر أو الحليب الخام ومشتقاته. الحليب الخام هو يعني لا يكون مبستر، عملية البستر هي عبارة عن رفع درجة الحرارة إلى أن تصل 100% فارنهايت، وبالتالي سوف تقوم بقتل كل البكتيريا والفطريات النافعة. توجد يعني قائمة طويلة من هذه المغذيات، سوف أقوم بيعني وضع PDF في الأسفل يحتوي على كل المغذيات في صندوق الوصف. لا تنسوا الاشتراك في القناة وإلى اللقاء في فيديو آخر.